الحمد لله على السلامه. ميرسي قوي على التوصيله دي. على ايه؟ انت بس اي حد يضايقك او يعكسك ما تتردديش، كلميني على طول في الرقم اللي انا اديته لك. اوكي باي. حبيتي برضو اوصلك اي مشوار متضايقه وعايزه تفرفشي، فرحانه وعايزه تصهليلي، انا ما عنديش مانع. انا ببقى فاضي كل يوم بعد الساعه 8 في نفس المكان اللي انت شفتني فيه. ميرسي قوي. زمان عربيتي اتصلحت يا استاذ ميشو. ميشو. اوكي باي. فهمت بقى يا عم انس انا قصدي ايه؟ يعني انت لما تصاحبه هيتعدل بقى؟ ايوه يا عم انس ايوه. حضرتك ما تتخيلش هو كان مبسوط بيا قد ايه، وانا كمان بقى كده هاخده واحده واحده على الهادي خالص، وهفضل ادحلب فيه لحد ان شاء الله لما توبه. ياه تخيل يا عمي بابا ده طلع طيب قوي. يا ريت يا ريت يا فاطين يطلع زي ما بتقول، ولو اني مش مصدق. الليله دي هفتحه في موضوع التوبه ان شاء الله، وانا قلبي حاسس يا عمي، وحضرتك عارف ان قلبي لا يمكن يكذب عليا ابدا. طبعا انه هيسمع كلامي. انا متفائل قوي متفائل قوي. انت بقى عايزنا بطل سر. الله عليك يا ابو السيد يا جميل يا فاهمني. وعاوزني اشتغل في محل الورد وبس. ولو مش عايز يا بابا تشتغل براحتك يا بابا، انا ممكن انا انزل اشتغل مكانك وحضرتك تقعد هنا في البيت معزز مكرم. قال احنا عندنا كام ابو السيد يعني؟ ومصاحبني اليومين دول على الاخر عشان تتوبني. وايه كل يوم تجيب اسداني وموز تقولش يا جدع هتتوب قرد. لا يا بابا، وانا النهارده ايه جايب لك ايه معايا؟ كباب وكفته. انت نسيت ولا ايه؟ يعني انا مروقك على الاخر اهو يا صاحبي. لا بصراحه ربنا يا صاحبي مروقني مروقني. انا كمان عمال اسال نفسي اقول الله يا ابو السيد هو الواد فاطين ماله؟ الله الواد فاطين لغوته اتغيرت خالص وما بقاش معقد ولا بيكلمني نحوي زي زمان. كنت بقرب منك يا ابو السيد علشان ادحلبك. ايوه علشان اعرف اقنعك وتثق فيا، والحمد لله خطتي ايه مشيت زي السكينه في الحلاوه. ايوه. وانت اتدحلبت على الاخر يا ابو السيد. اه بصراحه. اه لا وانت دلوقتي منتظر مني ان انا اتوب واجري جري اترمي في حضنك ودمعتي تفر من عينيا اقعد انا وانا في حضنك انا وانت تطبطب عليا وتقول لي خلاص ما تعملش في نفسك كده يا بابا انا سمعتك. مش للدرجه دي يا بابا، لا انا لا يمكن اسمح لنفسي ان اشوف دمعه حضرتك بتنزل قدامي. انا علشان كده يا بابا ممكن اغمض عيني وحضرتك بقى تقعد تعيط وتنهني وتدمع براحتك، او بص يا بابا ممكن حضرتك يعني افتح عيني وحضرتك تدخل اوضتك تعيط او تدخل الحمام تعيط. وطبعا عمك انس عارف كل حاجه. طبعا يا بابا. امال فلوس الاكل والشرب اللي انا بجيبها لحضرتك دي منين؟ ما هي منه. لا لا ده انت مظبط وواثق من نفسك قوي. هو بص يا بابا انا في الاول يعني بصراحه ما كنتش واثق يعني، بس بصراحه حضرتك اللي اديتني الثقه دي. تخيل يا بابا حضرتك طلعت طيب وعلى نياتك وبتدحلب بسرعه قوي قوي قوي. بابا بس حضرتك ما قلتليش انت مربطني في الكرسي ليه؟ لا ما دي اساس الصحوبيه. الصاحب لازم يظبط ويربط صاحبه ويسيبه ويدخل ينام، بس قبل ما ينام يقول له ايه؟ ايه؟ تصبح على خير يا فاطين. وحضرتك من قال الخير يا بابا يا صاحبي. بابا بابا حضرتك ما قلتليش بقى هتبطل سرقه امتى بقى؟ لما تشوف حلمة ودنك. الله عليك يا بابا. الله عليك وعلى هزارك. اصحاب بقى وبيهزروا بقى مع بعض. ميشو كويس انك جيت علشان افرحك. لا انا فرحان على الاخر. مش ابوك هيبطل سرقه؟ هو اللي قالك؟ لا انا اللي قلت له، واديني بقول لك اهو. وقالك ايه؟ قال لي لما تشوف حلمة ودنك، وسابني ودخل ينام. يبقى بالظبط زي ما هو قال لك.
تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا ميشو يا حبيبي. يا سلام، إله يا رب تتوب انت كمان يا ميشو زي بابا. يعني انا لو ما كنتش طلعت فكيتك كان زمانك مربوط لحد دلوقتي. بس انا برضو لسه متفائل وعندي امل يا عم. اللي عمله فيك ده عمله معايا قبل كده، ده مفيش منه فايدة. يا عم ده كان بيهزر معايا، انا عارف ده بابا ده طلع طيب خالص وانا لسه عندي امل، وكمان لسه في ميشو. طب تعالى افطر معايا. لا معلش بقى عشان انا اتاخرت النهارده على المدرسه. السلام عليكم يا عم. مع السلامه حبيبي. عم انس بقول لحضرتك ايه، اوعى تقول لبابا ان حضرتك اللي فكتني لحسن يزعل. صباح الخير يا استاذ فاطين. صباح الخير افندم. ما قلت ليش يعني هتاجي تاني؟ مش جاي عباي. كمك زعلان يعني من اللي حصل سابق يا استاذ فاطين؟ دول عيلة صغيرة، هتاخد برضيك على عجل العيال. عيلة صغيرة؟ انت عارف يا جعيد العيلة الصغيرة دولت بقى وروني السواد في عز الدور وانا خلاص من هنا ورايح، مفيش دروس خصوصية. يا استاذ فاطين. ولا يا استاذ فاطين ولا يا مستر فاطين، مع السلامة. فاطين. كلامي ازيك يا لميا؟ على فكرة يا لميا انا كنت عارف ومتأكد ان انت يعني هتيجي الصبح علشان تصالحيني، صح؟ مش مشكلتي. اسمع، انت مش قلت لي قبل كده ان ما عندكش مانع انك تدي دروس خصوصيه، بغض النظر طبعا مبادئك الكريمه انك مش عايز فلوس. ياه اخيرا فهمتيني يا لمياء يا حبيبتي. طب اسمع، انا اتفقت لك على كام درس خصوصي كده لكام طالب بس من بره المدرسه عشان ما يبقاش عندك حجه. كل اللي عليك انت تدي الدروس وانا اخد الفلوس. قلت ايه؟ لو كان كده ماشي. طيب اعمل حسابك ان اول درس هتديه النهارده بعد المدرسه. النهاردة؟ النهاردة يا فاطين. لو كان كده ماشي. ايوة يا اللي بتخبط ملك مستربع علي، انا معرفش اقعد في البيت ده دقيقة واحدة. ازعاج. السلام عليكم. انت مين؟ حضرتك انا مدرس الجديد اللي جاي ان شاء الله علشان يدي. خلاص عرفنا، خش جوه على السفرة. اقعد يلا، خش على مناديلك الواد الصايع. صايع؟ ما تقفش تتنح لي كده، خش. انت واد يا زفت؟ ايوه يا ماما. تعالى يا اخوي، تعالى يا فرح المدرس الجديد كده، تعالى. حضرتك بلاش تعمليه بالاسلوب ده من فضلك. اسكت يا اخويا، انت ما تعرفش حاجه اصلا، ده فاشل وصايع ورمه. ما ينفعش الكلام ده قدام الولد خالص. لا ممكن بقى حضرتك تسيبينا دلوقتي علشان اديله الدرس؟ خش يا اخويا، اشبع بيه يا اخويا وخده. يلا انت وهو. ايه ده؟ العظيم يا رب. ها قول لي بقى حبيبي اسمك ايه؟ اسمه الزفت حماد على دماغه ودماغي. يا ست ام زفت، قصدي يا ست ام حماده، لو سمحتي بقى ارجوكي بقى لو سمحتي. عيب. ها قول لي يا حبيبي، انت ايه اللي في المنهج انت مش فاهمه بالظبط؟ هو بيفهم ولا عمره هيفهم في يومه؟ ده مغلبنا الصايع الضايع الرجل. يا ست ارجوكي بقى لو سمحتي بقى عايزه اتكلم. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اتكلم يا اخويا، اتكلم على راحتك. ما بناخدش منكم غير المدرسين غير الرطاطه على الرطاطه وعلى قله فايده. قول لي بقى يا حماده، انا عايز اسمعك، ما تخافش. ما تقلقش يا حبيبي، بص انا عايزك تثق فيا ونبقى اصحاب. ماشي؟ ماشي. دلوقتي نطقت يا صايع يا ضايع يا رمه. يا ست ام حماده بقى ارجوكي ابوس ايدك، اسكتي بقى. عيب. الا دماغي صدعت ودني وجعتني. يا ساتر عليكي اسكتي. ما تتكلم يا خال، ما انت على طول ما فيكوش في بقكوا غير اللي لطلطه لطلطه لطلطه، وفي الاخر على قله فايده وعايده. من هنا ورايح اللي هيلم نفسه ويمشي عدل هنساله كل اللي فات وافتح معاه صفحه جديده، انما اللي هيسوق بقى في الهبل ويفتكر نفسه صايع مش هرحمه. فاهمين ولا لا؟ خدوه. بصراحه فاضي انت مش عاجبني، وانا جاي انبهك انك بقيت عصبي قوي اليومين دول. هي دي طريقتي يا عمر ومش هغيرها. اتفضل اقعد. المهم النتيجه في الاخر. قول لي اخبار ساره ايه؟
حضرة الضابط سارة بنت عمك انت اللي بتسألني عليها؟ مش انت اللي مقتنع بوجهة نظرها وبتساعدها كمان؟ ما هو مصرف ايه؟ سيبها يمكن تنجح. مش هتنجح. انت بتقول كده عشان اختارت الواد اللي اسمه ميشو نموذج للرسالة بتاعتها. قول لي صحيح، انت قدمت طلب نقلك للمباحث في المديرية؟ ايوه. انت عارف الشغل هنا قليل قوي، انت عارفني بحب الشغل قد ايه. امال ليه انا حاسس كده انك قدمت طلب نقلك ده عشان تعرف تتعامل مع ميشو براحتك؟ يبقى مش هتشيله من دماغك يا فايت. مش قبل ما اسلمه بنفسي. جاي ليه يا ميشو؟ الصورة خلصت؟ ايوه خلصت. ستيشن تاخدها منه وزي ما فهمتك. تمام يا ميشو. وانت تجهز نفسك عقبال ما اجيلك، ها؟ علشان عايزك معايا في مشوار. لا مش هجهز ومش خارج معاك. ساعة زمن مش هتأخر، سلام. مش خارج ومش رايح مشاوير يا ميشو، ها؟ وانت واقف بتعمل ايه انت كمان؟ الصورة يا أستاذ أنس. خش خدها من جوه. طب يا أستاذ أنس مش هتصورني صورة كده؟ لما تبقى تفهم الأول. يبقى أنت بتقفلها في وشي. يا ابن الإيه يا أنتيكا؟ دي زي اللي في الصورة بالظبط. لا بتفهم. سامحني يا بابيني. سامحني يا ألفريدو. غصبين عني، غصبين عني. أنت مش كنت بتقولي إنه مات؟ عايزه يسامحك ازاي بقى؟ الحمد لله انه مات. مات عشان ما يشوفش شغله وهو بيتسرق. سامحني يا بغبيبي. لا بس برافو عليك يا انتيكا. طلعت شاطر شاطر ولد. خد بقى حقك. انا مش عايز فلوس. مش عايز فلوس يا ميشو. انا عايز شغلي اللي بتهددت بيه. ماشي حقك برضه. مش هقدر اقول لك حاجه. ادي شغلك يا انتيكا. الميت يورو والميت جنيه والميت دولار. بس خلاص اهم كده بقى انتيكا. فاضل لك ورقتين. طلعت شاطر يا حلو زي النهاردة كده هيتقطعوا هما كمان. سامحني يا بخيلي. انا بقولك انتيكا، لو اي حد شاف التحفة دي بس يكون بيفهم في الانتيكات يعني هيعرف انها تقليد. لو باربيني نفسه شافها مش هيقدر يدعي انها مش بتاعته. سامحني يا باربيني. وكما قال لاو تسي، الذي يعرف الاخرين حكيم والذي يعرف نفسه مستنير. مفهوم يا حماده؟ مفهوم يا مستر. برافو عليك. اهو ده اللي انت فالح فيه يا اخويا. لا يا ضايع. لا انا كده بقى مش هسكت. دخل الحاجات دي جوه وبكره الصبح ابقى تعدي عليا عشان هنروح المزرعه. فين الخروف؟ فين الجحش اللي انا هخلي عيشته طين؟ ده يطلع مين ده كمان؟ هو كله هنا بيزعق وخلاص. في ايه؟ انا عبد كفتة. وانا مالي انا اذا كنت كفتة ولا حتى سجق؟ في حد يدخل كده؟ في حاجة اسمها سلام عليكم؟ انا عبد كفتة صاحب البيت اللي انت فيه ده. الله وعدين. انت تطلع مين يا جرع؟ فطين كفتة. قصدي فطين سيد حسان مدرس الدراسات. اهلا باللي نايبنا. كل يوم دروس خصوصية بالشيء الفلاني، والمحروس اتاريه بيهرب من المدرسه ما بيروحش، واخر السنه كحك كحك كحك. ده انا هخلي عيشتك سودا. ادي الكرباك يا وليه. حاضر يا معلم. الحاله يا مصطفى فضيل. ما تخافش يا حبيبي، اللي هيقرب من الولد انا اللي هقفله. هي ايه سايبه؟ اسمع، انت هتاكلني الاوانطه قدام الواد ده؟ ما هو انت وغيرك اللي معصيين العيال عشان يجوا ياخدوا الفلوس ويخلعوا. ما اسمح لكش حضرتك، ما اسمح لكش. مهنة التدريس دي مهنة عظيمة، دي مهنة الشرفاء حضرتك. وبعدين مش اي مدرس يعني بيبقى هدفه الفلوس ابدا. انت هتبلفني بالكلمتين دول يا ولا؟ الكرباج يا معلم. وانا ما بتهددش، ولو عايز تضرب اضرب. ما هي مش هتبقى اول مرة ولا هتبقى اخر مرة. بس يكون في معلوم حضرتك ان ذنب الولد ده هيبقى في رقبة حضرتك.
وعلى فكرة ابنكم ده مش محتاج دروس ولا حاجة، بالعكس ده ذكي وشاطر جدا. هو كل اللي محتاجه منكم حب وثقة وتفاهم، مش كله زعيق كده وشخط ونطر. اقعد معاه، شغل له مزيكا، اعمل معاه حوار. انتوا لسه هتتنحوا؟ ايوه يا معلم، ما تبصليش كده. صاحبه، هات لب وزداني وفاكهه واقعد اتكلم معاه وهو هيفضفض لك. صدقني اسالني انا. وانت كمان يا معلمه، يعني عايزك يعني شويه حنيه، مش كله ضرب واهانه وزعيق كده اهو. والكرباج يا معلم ايه ده؟ انا بقالي هنا ساعه واحده بس وخلاص صدعت ونفسيتي تعبت. امال الولد الغلبان ده يعمل ايه معاكم؟ اللي عايش معاكم ليل نهار، ما هو من حقه يتعقد ويبقى شكله كده اهو، حرام عليكم. والله كلامك مظبوط يا استاذ، اتفضل كمل الدرس. انا خلاص خلصت الدرس بتاعي، كملوا انتوا بقى الدرس اللي عليكم. وانت يا حماده يا حبيبي لو عوزت اي حاجه مني ها، ابقى كلمني في الرقم اللي انا اديتهولك. ذاكر يا ابني، ربنا يكرمك. اعملي له مزيكا يا وليا. قول له استيشن متشكرين على ايديا. هو كمان بعت لك الجواب ده؟ اي خدمه تاني يا شيكو؟ قول له متشكر قوي، وهديتي هتوصله في اقرب وقت ممكن. حاضر. سلام. عزيزي شيكو، لما بيمر يوم من غير معكنن عليك ببقى متضايق قوي، وعارف انك انت كمان بتتضايق علشان بوحشك قوي. الصورة دي هتفكرك بيا على طول. حبيبك المخلص قوي، ميشو. هشام قوم يا برنس، اجيب لك فطين عشان يروق اعصابك شويه. لا، هات لي عمو انس وايفرثينج سكي بقى. او مون ديو، تحفه. كلبوتي انتيكا، انا مش مصدقه نفسي. انت هايل يا فطين، ايه ده؟ جبتها منين وازاي؟ ما تقول لها جبتها منين، سرقتها منين يا لص. اتقل، مش هتصدقي يا اشجان هانم، ده انا لحقتها قبل ما خواجه كبير قوي يشتريها، تقريبا حفيد الخواجه الاستاذ باربيني نفسه، وكان هيدفع فيها مبلغ كبير. مرسي مرسي قوي يا فاطين، انا تعبتك معايا، بس ما تعرفش سعادتي بيها قد ايه. تعبك راحه واحنا في الخدمه. على فكره لو عايزه منها واحده تانية 13 اجيب لك. كمان ده ما فيش منها غير نسختين وبس. لا والله، لا ما انا قصدي يعني لو عايزه تقليد في منها كتير. لا انا بحب الانتيك يكون اصلي وسينيه كمان. سينيه بقى بتاع الخواجه باربيني بنفسه، هتلاقيه منور في القعده. ها اشوف كده فريمون. مظبوط، متشكره قوي يا فاطين. ها جبتها بكام؟ قول لي جبتها بكام. ساكوت شير؟ ها الصراحه انا ما دفعتش حاجه، عم انس هو اللي دفع. انا؟ انت يا استاذ انس جبتها بكام؟ دي جميله قوي. اصر يا اشجان هانم اني اقدمها لك هديه، اصل انت ما تعرفيش هو بيعزك قد ايه. لسه بس شريف، يلا قول لها بقى بيتين الشعر. مين مرسي يا استاذ انس، طول عمرك سنسيبل وشيك. هتعرفين الفاستي، هتعرفين استاذ انس او جمات سيد فاس. اسني ايه مار؟ يعني ايه الدرس كمان بتاع حماده راح؟ مش مهم الدرس يا لمياء، درس ايه بس يا حبيبتي؟ على فكره بقى الولد حماده ده ما كانش محتاج دروس خصوصيه، ده ابوه وامه اللي كانوا محتاجين درس. انت مالك يا فاطين ومال الناس؟ انت هتصلح الكون؟ لا يا لمياء، بس نحاول نصلح سلوك الناس اللي عايشين في الكون ده. طب امسك يا سي دونكي شوت، اتفضل. ده ايه ده؟ جواب غرامي ده ولا ايه يا لمياء؟ لا دي عناوين الطلبه اللي انت هتروح تديهم دروس خصوصيه. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ انا اتكلمت مع اهاليهم وقلت لهم ان انت اللي هتديهم الدروس الخصوصيه، وخدت عربون ودي المواعيد اللي انت هتروح فيها. يا
خبر ابيض، ده انت بقى مركزه قوي في موضوع الدروس الخصوصيه دي يا لمياء. ما هركز في ايه؟ اني اصلح سلوكيات الناس؟ ده انا نفسي عندي مشكله مش عارفه احلها. ايه هي مشكلتك يا حبيبتي وانا هحلها لك؟ انت يا حبيبي. انت ايه؟ بتقولي انت ايه يا حبيبتي؟ ايه يا فاتين؟ سيب ايد الناقه يا خروف. ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده لا 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 بصي، ما مش كل مره نعدي من نفس المكان ده يقولوا نفس الجمله. طب يغيروا هيضربوه. السلام عليكم يا شباب. على فكره بقى، السلوك اللي انتوا عملتوه دلوقتي سلوك غير حضاري، واذا نم فانما ينم عن سوء اخلاق وقله تربيه. انت بتقول ايه يا اب؟ بقول لك انما الامم الاخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يا فاطين يا فاطين، معلش معلش، يلا يا فاطين مش وقت الكلام ده. يلا حاضر. يلا عشان السنيورة بس. على فكرة بقى يا شاب النواصي، دي مش سنيورة، دي خطيبتي. طب يلا يلا معلش. لا انت شكلك عايز تضرب. ولا يهمني. ولعلمك بقى، العنف ده سلوك الفوضويين والقوي فيه القوى منه. فاطين كتر خيرك كتر خيرك يا لمياء. انا بس حبيت اوريهم ان سكوتي ده مش ضعف انما اخلاق. لمياء انت كنت بتقولي ايه؟ انت ايه؟